السلام ومرحبا بكم، هذه قناة توجيه جامعي الاتحاد العربي تونس. مرحبا بكم في حلقة جديدة. في حلقة اليوم باش نحكيو على البريبا، باش نحكيو على البريبا التجري. البريبا أو المرحلة التحضيرية للدراسات الهندسية هي مرحلة تدوم عامين وتختتم بكونكور في الآخر. الكونكور هذا يخولك باش تدخل لمرحلة التكوين المهندسي. المرحلة التحضيرية هذه فيها ثلاثة أنواع، فما المرحلة التحضيرية العلمية، والمرحلة التحضيرية التقنية، والمرحلة التحضيرية بيولوجيا جيولوجيا. المرحلة التحضيرية العلمية فيها زوز أنواع، فما الامبي وفما البي سي. الامبي اللي هي مات فيزيك، والبي سي اللي هي فيزيك شيمي. بالنسبة للمرحلة التحضيرية العلمية نجمو يعملو الباك مات وباك سيونس. الباك مات عندهم شوا بين الامبي والبي سي، والباك سيونس ما ينجمو يعملو كان بي سي. بالنسبة للمرحلة التحضيرية التقنية ينجمو يعملوها كان باك تكنيك، وبالنسبة للمرحلة التحضيرية بيولوجيا جيولوجيا ينجمو يعملو الباك مات وينجمو يعملو الباك سيونس. في البريبا عندك الحق في الدوبيلة واحدة برك، الدوبيلة الثانية تخرجك من البريبا وتخليك تمشي تقرا ليسونس. لكن بالنسبة للعباد اللي وصلوا زماني حتى لو كان يدوب المرة الأخرى نجم يمشي على الكونكور كونديتا ليبر. بالنسبة للبريبا بيجي بخلاف الكونكور اللي يدخلك مرحلة تكوين هندسي، فما كونكور واحد آخر عام في البريمير أني كان تنجح فيه تمشي تقرا في تيرينير. البريبا أونتيغري هي مرحلة تحضيرية مدمجة في مرحلة تكوين مهندسي، بفاسون الباساج نتاعك من السيكل بريباراتوار للسيكل دانجنيور يصير أوتوماتيك في نفس الفاق وعلى طريق كونكور سو دوسي مش على طريق كونكور كتابي. وفات فماش برشا شوا في البريبا أونتيغري، عندك ياما الإنسات ياما إنسات سوس. بالنسبة للإنسات فيها دو برونش، فما ام بي اي مات فيزيك انفورماتيك، وفما سي بي اي شيمي بيولوجي ابليكي. بالنسبة للإنسات فيها ام بي اي كهو. بالنسبة للإنسات بعض الام بي اي تنجم تكمل في واحدة من الكات سبيساليتي هذوما، وبعض السي بي اي تنجم تكمل في واحدة من الدو سبيساليتي هذوما. بالنسبة للإنسات سوسة بعض الام بي اي تنجم تكمل في واحدة من الدو سبيساليتي هذوما. الشونس نتاعك باش تعطي سيكل انجينيور في الإنسات تتراوح بين 70 و 75%، الحكاية مربوطة بطاقة الاستيعاب وبعض الطلبة. بالنسبة للبقية كملوا ليسونس في الإنسات. الإنسات واحدة من أحسن الفاكولتي في تونس وباسمها. بالنسبة للإنسات سوس صحيح ماهيش باسمها كيما الإنسات، أما الفورماسيون نتاعها باهية والشونس فيها باش تعدى سيكل دانجنيور أكبر. بالنسبة للسيكل دانجنيور ماهوش اسم الفاك اللي يصنع الإتيديون، الإتيديون بخدمته يصنع روح ومن أي بلاصة تنجم تتميز. كان معكم محمد العبيدي عضو بالإتحاد العام طلبة تونس وطالب المعهد العالمية، شكراً.